أثابكم الله. يقول السائل: سماحة الشيخ، نحن نعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ في عملية التغيير بالعقيدة، لكن هل عملية التغيير تشمل العقيدة فحسب، خاصة إذا كان الإسلام نظاما شاملا يجمع مظاهر الحياة كلها، فهو دين ودولة؟ أفيدونا فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا. التغيير جميع المخالفات، جميع المخالفات تغير، مخالفات التي تخالف الدين كلها تحتاج إلى تغيير إلى الحق، لكن يبدأ بالعقيدة، يبدأ بالعقيدة لأنها هي الأساس، فإذا صحت العقيدة تغير بقية الأمور. أما أنه يبدأ بالأمور الأخرى وتترك العقيدة على خللها وعلى فسادها، هذا خلاف منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول أول ما بدأ بإصلاح العقيدة ثم أتبع ذلك بإصلاح بقية الأمور. لاحظوا قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لما بعثه إلى اليمن: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم ترد في فقرائهم. إنهم أجابوك للعقيدة بعد ذلك تأمرهم بالصلاة، أما أنك تأمرهم بالصلاة والزكاة وهم ما عندهم عقيدة هذا غلط، هذا خلاف ما وجه إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.